بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة المشايخ الكرام الحشام الوالدة العزيزة عزيزة بنت سليمان والإخوة، السلام عليكم جزيلاً ورحمة الله وبركاته على الدوام. على الورق رسائل، وعلى الأطلال رسائل، وفي كل التفاصيل القديمة رسائل، وهذا ما نسعى إليه في هذا البرنامج. رسائل اليوم ربما ولدت في هذا المكان بشكل مباشر أو غير مباشر. مجموعة من الرسائل عثرنا عليها تركها أصحاب هذا المكان، ولكنها أتت من البعيد، أتت من شرق إفريقيا. أحد المواطنين حمود بن خالد بن سعيد البرواني، حاله كحال الكثير، كحال الآلاف من العمانيين الذين اختاروا الهجرة في وقت ما إلى هناك وعادوا ثانية إلى البلاد. رسائل اليوم فيها نكهة تلك الحقبة، حقبة منتصف الخمسينات إلى مطلع الستينات. أحياناً نبحث عن رسالة واحدة وإذا بنا نعثر على ملف كامل عن عشرات الرسائل تعطي قراءة. أصحاب هذه الرسائل تركوا البلاد وذهبوا إلى هناك، ولكن ذهبوا بأجسادهم أكثر مما ذهبوا بأرواحهم وبقلوبهم، تركوها هنا وظل الشوق يأكل أفئدتهم، ظلوا لا ينقطعون عن المراسلة بما تيسر. هناك زخم في هذه الرسائل، هناك تفاصيل كثيرة، يسألون عن أدق التفاصيل لأنها ستأتي من الوطن، ويبعثون إلى الوطن أيضا بأدق التفاصيل التي يعيشونها هناك. هذه مجموعة من الرسائل عثرنا عليها لثلاثة أشخاص، معظمها لحمود بن خالد البرواني، وكذلك لبعض من أهله راشد بن سليمان ومحمد بن سليمان. عثرنا على هذا الملف الذي ننفض عنه غبار الزمن لنخرج بهذه الرسائل. أكثر من 90 رسالة داخل هالملف. أن يهتم شخص بجمع هذه الرسائل لشخص أو شخصين فهو يهتم بجمع كنز من الكنوز المعرفية والثقافية. سنتعرف على تفاصيل أكثر، ابقوا معنا. ولدك وأخوكم في ثوب العافية، لازلتم بحال الخير والسرور. أخبار هذه الأطراف ساكنة، لا بها علم مهم يجب فيه البيان إليكم. وبعد، قد تقدمت مني لكم جملة كتب عساها وصلتكم، وكذلك كتابكم العالي وصلني، ولكن ليس فيه تاريخ، إلا علمت التاريخ من كتابكم الذي للوالد راشد.
من جماليات بعض هذه الرسائل اللي هي رسائل شايب حمود تحديدا، أنه هذا الرجل حتى تاريخ تسجيلنا لهذه الحلقة في إبريل 2016 هو يعيش وفي عمر 86 عاما، نسأل الله له أن يمد في عمره وفي صحته. هذه رسائله اللي ترجع للفترة ما بين عام 1954 تقريبا إلى مطلع الستينيات. بعض هذه الرسائل نستعرضها، احنا من أكثر من 90 رسالة اخترنا حوالي 20 رسالة ناخذ منها ملامح فقط، طبعا في هذه العجالة لا يمكن أن نستعرض كل شيء. واضح بقراءة سريعة من رسائله أنه كان متعلقا جدا بوالدته ويراسلها كثيرا، ويبدأ دائما رسائله بعبارة إلى حضرة المشايخ الكرام الحشام، الوالدة العزيزة عزيزة بنت سليمان إلى آخر، ومعظم رسائله إلى الوالدة وإلى الإخوان والأخوات. مثلا هنا الديباجة تقول: السلام عليكم جزيلا ورحمة الله وبركاته، على الدوام، ولدك وأخوكم في ثوب العافية، لازلتم بحال الخير والسرور، أخبار هذه الأطراف ساكنة، وهكذا يقصد إفريقيا. من لطائف هذه الرسالة التي نحن بصددها، يبدو أن أحد إخوانه طلب منه ساعة في ذلك الوقت، فيقول له من طرف الساعة، يعني أما بخصوص الساعة، يقول: ذكرت أنك تريد ساعة ما اليد، فاعلم يا أخي أنا أقدر أشتري بهذا المعنى، ولكن أقول لا حاجة إلى ساعة اليد، لأنها ليس بلبس العرب أهل عمان، وأنها لبس أهل الأمصار، وهكذا. ويقترح عليه ساعة مالكوت، السكوب أعتقد كان يسموها حسب ما ذكر، ومعروفة هذه، إحنا نشوفها في الأفلام القديمة والمسلسلات القديمة، تطلع من الجاكيت أو الكوت وتتحط في الجيب. كل ما بغى الواحد يعرف الساعة لازم يطلع كل هذه ويفتح ويقرأ. عموما هذا رأي صاحب الرسالة، ليس بالضرورة في ذاك الوقت كل الناس ترفض لبس الساعة في عمان. أيضا هو يبدو أرسل شيء لوالدته ويقول: ومنك الفضل بقبول هذا اليسير من ولدك المقصر وخادمك الناسي. عبارات جميلة جدا يستخدمها مع والدته ومع من يرسل إليهم هذه الرسائل. هذه رسالة أيضا يحكي فيها أنه هو بصدد أو كان مسافر إلى رواندا وبوروندي، ورجع هذه الأيام. كانوا العمانيين في شرق إفريقيا يتنقلوا بين دول إفريقيا المعروفة اليوم شرق إفريقيا، ويتزاوروا الأهل هنا وهناك مثل ما هو الوضع في عمان. سؤال الملح دائما يسأل عن بلاده هذه الدريز، ويسأل عن الزاهب بولاية المضيب اللي طلع منها عندما سافر، يسأل عن الخصب وكيف هو الخصب، ويقول: إذا كنتم تشكون في هذا الحال فكيف في وقت المحل؟ طبعا من الأسباب اللي كانت تخلي الناس تهاجر أيضا المحل في بعض الأوقات الشديدة، وفي مسألة بيع وشراء وهكذا.
ويحكي عن أرض اشتراها أحدهم من أرض البلجيك، هنا يقصد الكونغو، بعد ما البلجيك دخلوا إلى الكونغو وصار الصراع بينهم وبين تبتيب وروماليزا اللي هم اللي كانوا يعتبروا حكام على الكونغو هؤلاء العمانيين. هذه رسالة أخرى أيضا موقعة من المحبين لكم حمود وسالم ابني خالد بن سعيد البروانيين، عام 1378 هجرية، ويقول: أحسنتم على مراعاتكم لنا واحتفالكم بنا، وما منكم لنا إلا الوفاء، ومنا لكم التقصير. دائما يعاتب نفسه على التقصير، ولكن العفو منكم لنا كما هو مطلوب من أهله. وأيها الوالدة الكريمة، واصل إليك من ولدك المقصر في جنابك كذا وكذا. هذه أدبيات المراسلات في تلك الفترة، والآداب بين الأهل واضحة جدا. هذه أيضا من رسائله، أنا أركز على الأقل مع الخطوط، وذكرتم أنه في تعب في عمان، فلا بد من ذلك التعب. من لا يتعب في الدنيا لا يرى الراحة وأحوالها، ويدعو إلى الصبر وأن الفرج قريب وعدم اليأس من رحمة الله. هذه رسائل الشهيد حمود بن خالد الطوقي، أو اللي اخترناه القليل. سأنتقل إلى رسائل أخرى أيضا لشخصيات أخرى. هذا الملف عبارة عن رسائل يعني وردت من أفريقيا الشرقية إلى عمان. تحمل رسائل أو تحمل هذه الرسائل السؤال عن الوطن والأحباب والأهل والوالدة من الجد حمود بن خالد بن سعيد البرواني وراشد بن سلمان بن مسعود البرواني إلى الوالدة عزيزة بن سلمان البروانية. طبعا هذا الملف يعني له أهمية. أول شيء هذا الملف كان بحوزة العم حمود بن خالد، وكوني أنا مهتم بجمع التراث والوثائق فكنت أتردد عليه، فأعطاني هذا الملف وأعطاني مجموعة من الوثائق والوصايا والمراسلات والصكوك احتفظت بها ك يعني رمز من رموز التاريخ العماني. طبعا أهمية هذا الملف عندي يعتبر من الأصول، أصول الوثائق. هذا الملف يعني عبارة عن رسائل من سنة 1373 إلى 1379 من بكوبا ومن زنجبار إلى عمان. طبعا كان يأتي البريد في هذه الفترة عن طريق البريد الجوي أو البريد البحري، فهو أشار العم محمود بن خالد في هذه الرسائل إلى أن إذا كان ثمة يعني أحداث تستحق سرعة الإرسال فإنها ترسل عبر البريد الجوي، في بريد بحري وفي كذلك بريد عن طريق الأشخاص الذين يأتون من شرق أفريقيا إلى عمان. طبعا الملاحظ في هذه الرسائل أن الوالد حمود بن خالد والوالد راشد بن سليمان كانوا يسألون عن عمان، عن الخصف في عمان، وتربطهم رسائل أو تربطهم كذلك بالنسبة لعمان محبة الوطن، كانوا في المهجر ويحبون الوطن ويتمنون أن يرجعوا إلى عمان من أجل اسمه العيش فيها واللقاء الأحبة وغير ذلك من الأمور التي تربط الشخص المهاجر بوطنه عمان. طبعا توجد في هذه الرسائل مجموعة من الطوابع تعود إلى عصر السلطان خليفة بن حارب، وكذلك طوابع تعود إلى محمية بريطانيا أو المحمية زنجبار التي كانت تحت الحكم العماني وتحت الوصاية البريطانية. في كذلك طوابع متنوعة تعود إلى كذلك بروندي وإلى رواندا وغيرها من
المناطق التي كانت تحت حكم العمانيين وحكم البلجيك في إفريقيا الشرقية في البر التنزاني. هذه أيضا مجموعة أخرى من الرسائل التي وقعنا عليها لنفس العائلة، هي هذه رسالة أو مجموعة من الرسائل تتميز بخطها الأنيق لمرسلها راشد بن سليمان بن مسعود البرواني بيده، دائما اللي هو كاتب الرسالة يكتب أنه بيده، أنا الذي كتبتها ومتفنن الحقيقة في إخراج الرسالة بعد البسملة إلى حضرة الشيخ الأكرم كريم السجايا الولد التقي حمدون بن خالد إلى آخر الاسم. أيضا يستوقفنا عندما يكتب رسالة شخص لشخص آخر في مقام ولده، يرفعه عاليا بالعبارات التي يستخدمها، فعلا يكرمه ويعلي من شأن الولد، فما بالك بالولد عندما يتكلم عن والده أو عن من هو أكبر منه. ويقول السلام عليك، وأني أحمد الله على عافيتك وسلامتك والتفاتتك إلينا وعظيم مروءتك وإشراق أنوار مواصلة بياناتك، ولك الفضل والشكر والثناء. ويعلمه أنا بنزيقة، منطقة اسمها نزيقة في تنزانيا، والآن منتظر الولد سعيد بن عبد الله للسفر إلى بوكوبا، هذه أيضا منطقة أخرى عند بحيرة فيكتوريا. ويقول وسفرنا وإياه في صحبة واحدة عن قريب بعد أيام قليلة دون الأسبوع، أقل من أسبوع، والتوفيق من الله، والقصد مواجهة الولد فلان. هذا تعبير أيضا يستخدمه العمانيون، أن يقول شخص بنمشي عند فلان نواجهه، يروحوا يزوروه. فالمواجهة أيضا يعني تقال على الزيارات، بنواجه فلان، تعبير يستخدم أيضا لإعطاء الحالة شيء من التقدير. أيضا عبارة عجبتني، يقول وأسرني ردوده سرور يعقوب بقميص يوسف عليهما السلام. كلنا نعرف القصة، هذا السرور اللي لدرجة رجع البصر إلى يعقوب عليه السلام. هذه رسالة راشد بن سليمان بن مسعود البرواني. تكمن أهمية هذه الرسائل والرسائل بشكل عام في أنها تحكي أحداث في التاريخ العماني حدثت سواء كان في عمان أو في الأقاليم ما وراء البحار كشرق أفريقيا وزنجبار والكونغو والبر الأفريقي وتنجانيقة والدول المطلة على البحيرات العظمى. طبعا أهمية هذه الرسائل، كثير من الباحثين الآن في هذا العصر عندما يريدون أن يكتبون تاريخ بلدة معينة أو أعلام أو قرية معينة أو حتى الدولة، يرجعون إلى هذه الوثائق، كون هذه الوثائق تحمل العديد من الأحداث التاريخية. نشاهد الكثير من الكتب اللي ألفت سواء عن طريق المنتدى الأدبي أو عن طريق وزارة التراث أو عن طريق الأشخاص الذين كتبوا، نشاهد في الهوامش كثيرا من تقييدات هذه الرسائل، رسالة بتاريخ كذا، رسالة بتاريخ كذا، من مكتبة كذا، من مكتبة كذا. فلذلك فيها أحداث تاريخية لم تدون في التاريخ، كثير من الأحداث التاريخية لم تدون تجدها في هذه الرسائل والوثائق. طبعا كذلك من أهمية هذه الوثائق أنها تحكي يعني حقبة من التواصل بين دولة ودولة ومنطقة ومنطقة، سواء كان عمان إلى زنجبار وشرق أفريقيا أو حتى من عمان إلى البحرين وغيرها من المناطق في الخليج العربي. فقد كان العمانيون يهاجرون إلى تلك المناطق ويرسلون الرسائل، وهذه الرسائل تحمل العديد من الأشياء والأحداث التاريخية.
هذه مجموعة أخيرة نستعرضها في هذه الحلقة من الرسائل من نفس العائلة، هذه من محمد بن سليمان البرواني، أيضا كتب بيده، إذن هذا هو خطه، ومؤرخة بشهر ذي الحجة من عام 1375 للهجرة. يعني بعض الإشارات والتعابير الجميلة، مثلا هو يكتب: ومن مربع الأدب وولاية العرب زنجبار، هكذا يصفها، ويهنئ بقدوم عيد الحج الأكبر. هناك كلمات مهجورة يعني، أو ربما بقي القليل يستخدموها، يحكي على الدشاديش، وإلى اليوم لا زالت الدشاديش العمانية تذهب إلى إفريقيا وتستخدم كثيرا هناك، قلما تجد خياط هناك، كل ما تشاهد من دشاديش عمانية في الغالب خرجت من عمان. ووجود العمانيين هناك كانوا يبعثوا يعني لهم من هنا، وهم يبعثون من هناك أشياء لا توجد هنا. ويبدو أن هالمرة الدشداشة وصلت شوية بمقاييس ما صحيحة، فيقول: الدشداشتين الرقبة والردون قباب، وواصلك قياس الردون والرقبة، الردون طبعا الأكمام، وقباب قبيبة ضيقة. يمكن بعض الكلمات فعلا ما كثير نسمعها هالأيام، بنقول واسعة، بنقول شيء يعني، وهكذا. رسالة أخرى لنفس المرسل يعني تعود إلى عام 1954 ميلادي، يقول: كتابك المؤرخ ب17 ذي الحجة الحرام وصل عندي بحادي صفر، أيضا مدة ليست قصيرة فقط لإرسال الرسالة، هذا غير رجوعها. من التعابير اللي ربما لم تعد تستخدم في الرسائل: لما وصل تعريفك، تعريفك يقصد به رسالتك، أيضا يعني من التعابير اللي كانت موجودة. كونه دخل البريد الجديد، دخل أيضا باسمه الجديد، بمن أحضروا من الأجانب ومن المستعمرين آنذاك في تلك المناطق، فيقول في البوسطة، ما يقول البريد لأنه هكذا وصلت الكلمة، فمستخدم كلمة البوسطة رغم الحرص الشديد على استخدام الكلمات العربية. يتكلم عن في تمور وصلت، ويقول المرة الآتية يفصخ ويدلك التمر، يعني ما معنى أنهم عايشين بعيد يعني نسوا هذه التفاصيل. رسالة أخرى من نفس المرسل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أشرق نجم أو أفل، تعبير جميل. ولتعريفكم به أو نعرفكم: أربع دبات سح وصلا، والدشاديش والوزرة بارك الله فيك، وفي العام القادم زدنا دبتين، ولو يكون من سح غير من فرض أو غيره، والسح يدلك زين مثل هذا اللي أرسلته، وسوي لقزح وسمسم، يعني سوي لسنوت وسمسم. وأيضا مثلا يقول، يتكلم عن يعني ما يريد يكلف عليه، فيقول: لقربة عن الامتحان لا تمتحن، فالامتحان هو أن لا تتكلف مشقة أو تعب، فيقول لك ممتحن يعني، وهكذا. وتعابير جميلة يعني، يطلب منه شيء ولو غلط المرسل إليه، يقول يعني مبراي دنيا وآخرة. هذه يمكن رسالة أخيرة: السلام عليك جزيلا ورحمة الله وبركاته، إخوتك في ثوب العافية عساك كذلك، وكتابك الشريف وصل وفهمنا ما ذكرته، والتهنئة راجعة إليك يعني نبادلك، وسمعنا عنك سابقا أنك على قدوم ولا وصلت، فعساك تصل في هذه السنة. يعني اليوم الواحد لو بغى يسافر على أقرب مكتب سفريات وقاطع تذكرة ومسافر يمكن نفس الليلة، لكن في ذاك الوقت ينتظروا من السنة للسنة، فلان ما جاء السنة يمكن بيجي السنة الجاية ولا اللي بعدها، وتظل الرسائل تنتظر بشوق شديد.
هذه على عجالة رسائل لناس ينتموا إلى هذه الحارة الجميلة اللي زرناها وشفنا فيها رسائل تاريخية، ويمكن هذا الباب فيه رسالة قصيرة جدا بتاريخ تأسيسه، أنه هذا الباب في تاريخ رابع ربيع الأول سنة 1312 للهجرة. هذا الباب يعود إلى حوالي 120 سنة على الأقل. هذه رسالة صغيرة ظلت من ذلك الوقت إلى اليوم، قد نقرأ صناعة، قد نقرأ أي تفاصيل أخرى. انتهت حلقتنا، إلى اللقاء.